نحن كفريق زرياب المؤلف من 7 موسيقيين عرب وأجانب موجودين اليوم بمدينة مانهايم الألمانية لنحيي حفل فني يدمج بين الموسيقى الشرقية والموسيقى الغربية بالتعاون مع تريو درواز، التريو الكلاسيكي الألماني الفرنسي. يلا. من 2009 موجودة زرياب بسوريا، وانتقلت معنا بالعام 2014 إلى ألمانيا إلى بلد اللجوء. بال2014 صار في تشكيل جديد، صار في رؤية جديدة بزرياب، واللي هي إضافة الآلات الغربية مع مختلف العازفين من الجنسيات الأوروبية. هاي الإضافة عطت طابع جديد للفرقة، واللي مكننا من خلاله إن نشارك بأهم المهرجانات العالمية، أهمها بال2017 مسابقة بون العالمية واللي حصلنا فيه على المركز الثاني. اليوم زرياب قدرت توجد حالة بالساحة الموسيقية الأوروبية، واللي هي عملت بصمة جدا حقيقية بهاي الساحة. سافر حبيبي وداخلي يودعني. Also ich bin Sophie und wir haben das Syriab Trio kennengelernt im Herbst 2017 als wir أنا أدعى صوفيا. تعرفت إلى هذه الفرقة السورية في خريف 2017 حيث كنا نتنافس ضمن مسابقة بيتهوفن الموسيقية. بدأنا التحضير معا للعمل سويا على ترجمة هذا النمط الموسيقي السوري، وكان من الواضح لنا أن هذه التجربة ستكون ذات قيمة عالية في عالم الموسيقى. بدأنا بتطوير أنفسنا والاطلاع بتعمق كبير كل منا على موسيقى الآخر لنصل إلى انسجام موسيقي بيننا. بداية تعلمنا من إبراهيم جميع أنواع المقامات الموسيقية العربية وكيف يمكننا الانتقال بينها، وكان لهذا دور كبير في صناعة هذه المقطوعات الموسيقية الفريدة، وإذا استمعت لها ستلاحظ مدى جمالية هذا العمل المشترك. Das Werk, die Goldberg-Variationen, ist für alle Pianisten. يعد العمل بين موسيقى الآلات الغربية والقيثارة العربية شيئا صعبا، ولكن اليوم أثبت خلاف ذلك. لقد كان هذا العرض من أهم الأعمال التي سمعتها، وكان من المثير للجمهور أن نرى كيف يتم إنشاء اختلافات موسيقية منسجمة فيما بينها. تعلمنا اليوم منهم الكثير وكيف أمكنهم ترجمة الثقافات إلى مقطوعات موسيقية متناغمة. هذا هو التغيير المثال التي تحتاج إلى الموسيقى، وهذا حقا مشروع مثير، ويسعدني أنني حضرت هذه الأمسية.